أن يقف أخونا عمر أراقيش والذي نكر له كل تقدير وكل احترام، أن يقف ويتحدث معتذراً عما حدث، وأن لا يتحدث بهذه الكلمات التي تحدث بها الآن. وقلت له حرفياً إذا تحدث مثل هذا الكلام هذا لا يعني أنك معترف أو أنك تعتذر، المعنى واضح. إذا كان في النهاية بدي أقول، وهذا حكيته إياه وشرحته إياه، وفي عندي أناس جالسين وبيسمعوا وقد كان يومئ برأسه معترفا بالحديث الذي تكلمت فيه. أنا لما تحدثت قلت إذا بتحكي يا أبو محمد وبتقول إنه هذا الشريط مدبلج، معنى ذلك أنت بدك تضحك علي، معنى ذلك أنت بدك تضحك علي، وهذا غير مقبول. طبعا أنا لما بحكي له الحق في الرد، إذا كان أنا الحكي اللي بحكيه فيه أي خلل يرد. أنا اتفقت معاه على ثلاثة نقاط، تأتي هذه الجهة منبية هذه النقاط الثلاث، ما فيهم رابع. أما أن يقف الأخ عمر ويتحدث إنه هذا الكلام أنا ما تحدثت فيه ويقسم، هذا الحكي عندنا مرفوض، لأنه أنا بس أتفق أنا وياك على شيء وأنت تجيب الجهة وتيجي تتحدث وتقول أنا ما اتفقت، معناها إحنا أبعدنا عن الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف هيكم مشيتوا فيه، جيتوا وأهلا وسهلا بكم، جيتوا معترفين، ليش تلفوا الدوران؟ هذا الحكي غير مقبول. طالما تحدثنا رجال من رجل لرجل وكنت موافق على هذا الكلام، إذا الأصل الالتزام، الأصل الالتزام، وإلا كلامنا مش معناه ما أدينا للنهاية. والرجل كلكم تعرفوا هذا الكلام، الرجل اللي يخطئ ويعتذر هذه قمة الرجولة وقمة الشجاعة. وجودكم بالاعتراف الشركي حياكم، نعم، ما تقديم اعتراف الشركي.
كامل لأخونا أبو الحوالي ابن العم ونجاته الكريمة، أحنا بنرحب فيكم وبنشكركم على المسلمين. لكم تقدير والإحترام. لو كان غير معزام لكنا إحنا بجانب أبو محمد في مكان أعلى. ومثل عمر قرقيش بالذات، هو مثل ما تفضل حكى أخونا أبو غسان اليوم، هو ابننا حملنا بأيدينا وأصدقاء أبوه ونسب. نحن نسايب مع دار قرقيش بالدرجة الأولى ومع أهل العباسية بشكل خاص، وكنا إخوة مجموعين لعمل وخير. الله يجزيك الله خير. في عندك إشي يا أبو محمد؟ إشي أبو محمد؟ No, it's not.